ضيفتنا في هذه الحلقة من أنا الشاهد هي تامي الرفيدي، سيدة فلسطينية ساهمت في إطلاق مبادرة تهدف إلى توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى حادثة مقتل صبيين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين يوم ذكرى النكبة حسب الرواية الفلسطينية. تامي تنضم إلينا الآن عبر خدمة الإنترنت من رام الله. أهلا بك معنا تامي، بداية أخبرينا ما القصة، كيف قتل هذان الصبيان؟ نديم نوارة محمد عودي 17 سنة و16 سنة، يوم ذكرى 66 لنكبة فلسطين. زي ما هو متعارف طريقة إحياء النكبة إنه يصير في بروتست، وهدول الشباب ركضوا وراء مشاعرهم لأنه لسه موجودة الذاكرة للنكبة الفلسطينية، ونزلوا على معتقل عوفر الاحتلالي للاعتراض على ظلم الاحتلال اللي بيصير ضد الفلسطينيين بشكل عام. فكانوا الولدين في معتقل عوفر الاحتلالي، وكان في هناك يعني اعتراض، وزي ما هو متعارف كان في ضرب بالحجارة مقابل أسلحة طبعا عند الإسرائيليين، وكثير ناس بينزلوا مرات هناك وفعلا ما بيكونوا حتى إنه يشاركوا بالحجر، بس مجرد وجودهم هو نوع من أنواع التعبير. الجيش الإسرائيلي شكك في هذه الرواية وقال إن الصبيين شاركا في رمي الحجارة على جنوده. كجيش محتل وكدولة محتلة لفلسطين هي مقاومة مشروعة، حتى كفلها إلنا القانون الدولي بكل الحالات. والشعب الفلسطيني طول عمره شعب أعزل، وإحنا بنحكي عن أطفال، يعني الأكيد مش حاملين سلاح ولا حتى حاملين سكاكين، والحجارة يعني قد ما بدها تضر لجنود يعني ماخدين وقاية تامة، خوذ و يعني ستر ضد الرصاص، مع إنه ما فيش ولا أي نوع اشتباك مسلح. فخيارات المقاومة هي خيارات مفتوحة للفلسطيني ومشروعة، خصوصا داخل حدود 1967 وبناء على قرارات الشرعية الدولية 242 و338. يعني ما منشوف ولا أي مبرر لقتل الأطفال بهذا العمر، وهم فعلا مدنيين عزل بتعريف القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني بكل الحالات. تابعت هذه القصة عن كثب أنت ورفيقتك، ثم قررتما إطلاق هذه المبادرة، حدثينا عنها. هي عمليا مبادرة فردية طلعت من صديقتي دينا جبر، وبلحظة غضب وتعب من الوضع بشكل عام، وأنا كنت في حالة يأس مش معقول، لأنه الإسرائيليين فعلا عم بوصلوا لمرحلة استهتار بدم الشعب الفلسطيني واستهتار بالمجتمع الدولي كمان اللي بيطالب وعم بيقاطع الإسرائيليين. فطلعنا بهاي المبادرة إنه نبلش بعريضة على موقع أفاز العالمي، ونحطت العريضة ب 25/5، وهدفها كان إنه نوصل القاتل لمحكمة الجنايات الدولية. عمليا هي حملة أو صرخة بنقدر نقول عشان نسلط الضوء على الانتهاكات والعنف والظلم اللي عم بيعملوه الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، تحديدا بمسألة قتل الأطفال نديم ومحمد، ونوصل القاتل لمحكمة الجنايات الدولية. توقعنا أنه كان الهدف أنه نوصل لألف توقيع بأسبوعين، بس واضح أنه الغضب موجود عند الشعب وعند أصدقائنا في العالم العربي والعالم الدولي. انتشرت العريضة بشكل فظيع في كتير من دول العالم، ووصلنا من 25/5 لليوم لتقريبا حتى اللحظة 2197 توقيع، وهلأ فعلا توقيع مستمر، ولكن بلشنا بالخطوات العملية للثانية من المبادرة هاي. طيب لما رسى الاختيار على هذه المنظمة بالضبط، منظمة أفاز؟ منظمة أفاز لاحظنا من خلال تجربة سابقة حتى إلي ولادينا بوقت الدولة 194 كان إلها صدى كتير، وهلأ عم بيصير إلها صدى أكبر على كل القضايا، إن كانت إنسانية اجتماعية سياسية قانونية على كل المستويات يعني. فعم بيصير إلها صدى، وهم عم بيعمموا بأسلوب كتير حضاري للعالم، وبعتوا مجال بدون ما يكون في أي نوع من أنواع التحرير. فنوعا ما أفاز عم بيصير إلها صدى وعم توصل لكتير ناس، وصار في مصداقية
مع المجتمعات في العالم، وهذا اللي خلانا إنه نفكر في أفاز كعريضة إنه نتوجه من خلالها. نجحتما إذن في جمع عدد كبير جدا من التوقيعات، ما الخطوة التالية؟ هي الخطوة مش بسيطة ولكن مش مستحيلة، عشان هيك إحنا هلأ بلشنا بالجانب الثاني، إنه نتوجه لبناء شبكة من القانونيين والإعلاميين عشان ننقل الحالة الموجودة هلأ، لنشوف كل الطرق، نعمل خطة عمل كيف نتوجه لمحكمة الجنايات الدولية. في أكثر من طريقة على كل، بس نشوف إيش الطريقة الأسهل والطريقة الأسرع اللي ممكن توصل أهل الشهيدين إنه يطلعوا لمحكمة الجنايات الدولية ويشعروا بنوع من أنواع العدالة، إنه دم أولادهم ما راح هدر، إنه فلسطين مش راح توقف كعائق قدام أي تحرك، وإنه فلسطين مش راح تنسى دم هدول الأولاد، وإنه هم كأهل ممكن يحسوا بطبيعة إنهم مرتاحين أكثر، إنه على القليلة الجاني عم بأخذ عقابه، لأنه مش معقول إسرائيل تضلها تنتهك حقوق الإنسان بهاي الطريقة وما في ولا أي نوع عقاب، وبتفلت عمليا من كل العقوبات اللي بتصير. إسرائيل تقول إنها لازالت تحقق في هذا الحادث، لما لم تنتظروا نتائج التحقيق؟ برضه بناء على تجربة إسرائيل كل إشي بتحقق فيه بيكون منحاز، والمشكلة إنه مدعومة من الدول العظمى يعني وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، فما بيصير أي عقاب ممكن يفلتوا فيها. ومعظم إذا بتراجعوا كل القضايا الإنسانية حتى المجازر اللي صارت بالحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى، دائما نتيجة التحقيق بتكون شخص مريض نفسيا ومش مسيطر على تصرفاته. أنا شخصيا لا أثق نهائيا بالقضاء الإسرائيلي، عشان هيك منا نطلع لمحكمة الجنايات الدولية يكون في للتحقيق. وفعلا بلشت حتى منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى الرسمي إنه تطالب بوجود لجنة تحقيق في هذا الخصوص، من نحاول قدر المستطاع ضمان الحيادية. انتشرت الصور وانتشر فيديو واضح لطريقة القتل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفرجوا كيف الأطفال هدول قتلوا على يد قناص، من كان تعبير وجهه واضح إنه مستهتر تماما إنه قاعد بقتل الناس. فيعني الصراحة معظم الوقت الصورة تتكلم أكثر، والصورة كانت واضحة، عشان هيك إحنا مركزين على نديم ومحمد، لأنه فعلا في دليل واضح لانتهاك ولقتل. وإذا بنيجي لكل الاتفاقيات الدولية، إن كان اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقيات حقوق الأطفال وحماية الأطفال المدنيين من أي خطر ممكن يهدد حياتهم، أنا أعتقد إنه المسألة مشروعة جدا والدليل واضح وما فيش أي مجال، وأكيد مش هننتظر أي قضاء إسرائيلي إنه يبيت. عشان هيك إحنا بنتوجه للمجتمع الدولي عشان يأخذ مسؤولياته بإنه ينقذ أطفال فلسطين من التعطش للدم اللي عم بيعملوه دولة إسرائيل كدولة محتلة لدولة فلسطين. طيب في النهاية، ما الذي تأملون تحقيقه من خلال هذه المبادرة؟ وهل من إطار زمني لذلك؟ يمكن تكون فترة طويلة ويمكن نحقق شيء بفترة قصيرة، يعني ما بقدر أنا كمان أجي أحكي إنه في نتائج وهلأ راح يصير، لأنه ما بدي أرفع توقعات الناس بإنه يصير في إنجاز سريع، خصوصا الأهل الغضبانين واللي ملانين حزن، ما بتقدر تيجي تحكي معهم بأسلوب إنه خلص راح نحقق شيء. إحنا في ظروفنا صعبة، ظروفنا حساسة، في وضع دولي بحكم، في سياق دولي بحكم، بس اللي بقدر أقوله إنه إحنا راح نعمل كل جهدنا، ومش موضوع سرعة قد ما هو موضوع النجاعة، إنه نوصل للهدف اللي إحنا بدنا إياه، اللي هو الشعور بالعدالة، وتحديدا لأهل هدول الشهيدين إنه يشعروا فعلا إنه في ناس عم بدها تساعد وبدها تكون معكم في ظروفكم الصعبة، وإنه هاي البلد ما بتنسى أهلها بالنهاية وما بتنسى أطفالها، ولازم كلنا نوقف مع بعض. وأنا بتمنى على الجميع إنه مزبوط بلشنا المرحلة الثانية، بس مش معناه إنه التوقيع توقفت.
توقفت، كل ما كان في توقيع أكثر كل ما الضغط زاد، وأكيد رح يكون في تعاون مع أصدقائنا بالعالم العربي وبكل الدول الموجودين عشان نحاول نعلي هذا الصوت ونفرجي الظلم اللي عم بيحل بالأطفال الفلسطينيين. تامر رافدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم كثير على اهتمامكم.